متدخلين معنا هذه الصبيحة الجميلة من جامعة بادنا، أستاذ الإعلامي في جريدة الشروق اليومي والصحفي المتخصص في الشؤون الثقافية والرياضية، أستاذ الصديق صالح سعودي الذي سيتكلم لنا عن أطفال مأساة نهر السين ولا مأساة أطفال نهر السين. هذه من بعد هذه قلنا يا شعبان ولي لا أدري العنوان أطفال مأساة نهر السين أم مأساة أطفال نهر السين، كلاهما يعني يستحق دخل المأساة. تفضل أستاذ صالح. شكرا أستاذ قدير طارت، أستاذ مبدع متميز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر جميع الفاعلين والقائمين على إنشاء هذا الملتقى الذي عرف مداخلات نوعية ونقاشات باهية وثرية على مدار يومين كاملين بحضور أحبة وأصدقاء وباحثين ومهتمين، وهذا يشرفنا وأسعدنا كثيرا. أشكر سي مدير الثقافة الذي حرص قلنا على نجاح وتوفير جميع الإمكانات والمتطلبات لنجاح هذا الملتقى. أشكر مدير الثقافة أستاذنا القدير محمد بوعلاك الذي وقف على جميع الجوانب التعليمية، وقف على كل كبيرة وصغيرة تخص الملتقى حتى يكون في مستوى التطلعات والتحديات. أشكر أستاذنا القدير الدكتور عبد الكريم بالعيسى مدير الملتقى الذي سهر على إنجاح هذا الملتقى وحرص على تنويع محاوره ومتدخليه. كنت أشكر جميع الأساتذة المتدخلين الذين أسهموا بأوراقهم البحثية التي سبقت المحاور وإشكالية هذا الملتقى، وحرصوا من خلال ذلك على إضافة تنوعية للملتقى في مناسبة يعني تتطلب يعني وقفة مع التاريخ ووقفة كذلك مع الذات من أجل يعني حفظ الدروس وكسب المزيد من العبر اتجاه يعني مستعمر الأمس الذي يبقى مستعمر اليوم ومستعمر غد دائما، وبالتالي ندخل في خانة يعني نقلب الورقة ولا نمزقها، بالتالي التاريخ يبقى صفحة لأخذ العبر من أجل رؤية المستقبل بأكثر جدية وأكثر واقعية بعيدا عن آفة النسيان التي كثيرا ما تنسينا في مسائل ربما حساسة تخص هويتنا وتاريخنا وماضينا وغيره. قلت هذا الملتقى يعني كما قلت أمس يعني يحمل وجهين، يعني وجه آخر يخص هذا الحادث التاريخي الذي يتعلق بمظاهرة 17 أكتوبر ومخلفات نهر السين، أي حادث معين حدث بزمن معين وفي مكان معين يكشف واحدة من أبشع مباسة الاستعمار الفرنسي في حق المهاجرين الجزائريين الذين عبروا عن رأيهم بمظاهرة سلمية حولها الاستعمار الفرنسي إلى دماء ومآسي للجملة بعد أن رمى الجزائريين في نهر السين دون رحمة ولا شفقة بطريقة لا تختلف عن المآسي التي عرفها الشعب الجزائري في بلاده سواء في المهجر أو في أرض الوطن من تعذيب وتقتيل وتشريد وتشييد وغيرها من المواساه الوحشيه الجهنميه بشكل لا يختلف عن ما يحدث يعني في اخواننا في فلسطين وفي قطاع غزه على وجه التحديد. لا يكون هذا الاستعمار له وجه واحد مملوء بالحقد والقبح والنار والدمار. قلنا ان هذا التاريخ 17 اكتوبر هو اليوم الوطني للهجره ويشير الى مذبحه راح رايتها الجزائريون في مثل هذا اليوم من عام 1961 ونفذت بأمر من رئيس شرطة باريس موريس باتون، فهجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية مكونة من 60 جزائري وأقرت الحكومة الفرنسية بوجود 40 حالة وفاة عام 98 في حين أن هناك تقديرات تصل إلى أكثر من 200 ضحية. الوجه الثاني لهذا الملتقى وهو الأكثر تشعب واتساع قلنا يتعلق بموضوع الهجرة والمهاجرين حيث يسعى في كل حوال التحكم فيما حوله، لكن يعني حقنا حق أستاذ القدير عبد الكريم بالعيسى سمحت لي تسليط الضوء على عدة جوانب وعدة خفايا وخبايا لهذه المناسبة سواء ما تعلق في المنحة التاريخية أو المنحة الأدبي المعروف بشقه المتخيل والواقعي وكذلك الجانب الإبداعي حيث أنه الجزائريون في المهجر لهم جهود فعالة في خدمة القضية الجزائرية إبداعيا من خلال الشعر، من خلال المسرح، من خلال السينما وغيرها من الفنون، وهذا في إطار قلنا خدمة الهوية الجزائرية في بلدهم الأصلي رغم
رغم بعد المسافة ورغم حتمية ربما التضحية في الضفة الأخرى. وإذا عدنا إلى تاريخ بلدي العزيز فلان اخترت الإسلام الفرنسي سواء ما تعلق في هذه المناسبة هي مظاهرات 1761 وخلال فترة الثورة التحريرية وقبلها كذلك نجد أن الشعب الجزائري يعني سدد فاتورة كبيرة بسبب صمومه ونضاله ودفاعه عن شرفه وهويته وكل شبر من أرضه. فاتورة سددتها جميع الفئات فئات وشرائع المجتمع بمجازر وممارسات هامشية دست ودست على جميع قوانين الشرائع حيث أن الأمر لم يقتصر على الرجال في شباب الكهول ولا حتى على العنصر الأسوي بالمسح أيضا للبراءة والطفولة. براءة في عمر الزهور تم استهدافها بإصلاح الاستثمار الفرنسي وممارسة الجانبية التي لا تمد للأخلاق الإنسانية بصلة أحيانا بأسلحة ممنوعة دوليا. فيمكن القول أن الأطفال كانوا شركاء في النضال والجهاد وكانوا أيضا شركاء في الشهادة أيضا. فكم من مزارة ارتكب الاستثمار الغاشم مست العزل وكان نصيب أكبر من ضحايا أطفال أبرياء لم يشبعوا بعد من حليب وحنان أمهاتهم ولا من لعبهم الأفل مع التراب في الأرياف وفي المدن. وكم من أطفال يتم استهدافهم دون احترام مواثيق والحقوق وأخلاقية التعامل مع المدنيين والقوانين التي تكفل حياة وحماية الأفراد العزل. مثلا حتى وإذا كان مناسبة مع يوم الهجرة لا بد من ذكر بعض النماذج التي حدثت في أرض الوطن بناء هذه الحقيبة منطقة الأورس. في منطقة الأورس يمكن ذكر عدة نماذج لمجازر همجية فتبع عساكر الاستثمار الفرنسي مس الجميع بما في ذلك الأطفال على مرار مجزرة سرانحمان بكيم والتي كان للأستاذ القادر طاقتاب تعني دور كبير في تسليط عليها من خلال عدة ندوات ومن خلال إحياء ذكرها في عدة مناسبات التي كلفت حوالي أكثر من 70 رضيع في منطقة نائية في كيم الذي يصطلح عليه بكيم الختمار والذي كان أرضية خصبة لتفجير واندلاع ثورة التحرير في الأوراس والجزائر. كما أذكر مثلا حادث شهيدة الأربعة في قرية إكريش في شناورة كوت حين سقط أربع شهيدات إضافة إلى رضيع. كما أن هناك شهيد أول شهيد هنا في منطقة الأوراس من اندلاع الثورة اسمه بروح يعني طفل صغير مازال في الأشهر الأولى استشهد مع اندلاع الثورة التحريرية دون نسيان المجازر أخرى كما مثل مجزرة غار الشطوع بنواحي تاكسلان في داوس مجزرة أخرى استعمل فيها الديناميت بباريكا وكذلك رمي المجاهدين ومناضلي حتى أطفال من مرتفعات جبلية مثل ما حدث في برباكا والطاقة وفي جبال شيريا عند مرتفع تافرت وغيرها من المواقف. قلت مثلما ذهب الأطفال ضحية مجازر ارتكب استعمار فرنسي من مختلف القرى والمدن الجزائرية سواء خلال الثورة أو قبل ذلك ومن ذلك مثلا حتى في مجازر 1845 مجازر 1845 ونذكر مثلا الشاب سعاد بوزيد فإن نفس المآسي عرفها الأطفال الجزائريين في المهجر خلال مظاهرات 1761 حين تم رميهم في نهر السان دون رحمة ولا شفقة وكان مصير الصغير مثل الصغار مثل الكبار غرقا في نهر السان وفي المياه القذرة. وأعطي هنا نموذج حي لبطلة شابة في عمر الزهور خلدت إسماعيلي نظيرة تضحيتها وأسيرها على خط الكبار وهي الشهيدة فاطمة البدار وهي أصغر شهيدة في مجازر مظاهرات مخلفات مظاهرات 17 أكتوبر هذه المظاهرات السلمية التي دعت إليها فيدرالية شبه التحرير الوطني بفرنسا لكسر قرار عنصري القاضي بمنع المهاجرين الجزائريين دون سواهم الخروج ليلا بأمر المحافظ شرطة باريس السفاح موريس باكو بل تجاوز الأمر حدود إنسانية بعد قتل الطفلة فاطمة البدار إلى رميها بنهر السان ولم يعثر على جثتها إلا يوم 21 أكتوبر 61 يعني حوالي بعد أسبوع تامل من الترقب ومن طرف عائلته. هنا عثر عليه على درجة متقدمة من التعفن والتحلل وفي هذا الإطار لم نسمع يوما اعتذار أو اعتراف أو تأنيب ضمير كأبسط الأمور من السلطات الفرنسية على جريمة كاملة تامت الأركان في حق طفلة بارئة وضعت محفظتها المدرسية جانبا وخرجت تحتف بحياة الجزائر واستقلال الجزائر.
يعني هذه الطفلة فاطمة بدر التي اسمها دائما اسمها وصورتها يعني تبقى ملازمة لمظاهرات 17 أكتوبر 61، يعني تناوسوها عند وعنصرية لأن والدها جزائري وإن اسمها فاطمة. قلنا استشهدت وعمرها لا يتجاوز 15 سنة. على كل حال هناك تفاصيل كثيرة في خصوص يعني الظروف وحيدية استشهادها، لكن ربما الوقت لا يسمح مع الصرامة التي أيدناها مع أستاذنا طارق. هي خلاصة القول على كل حال، الحديث يطول في هذا الجانب، وقلنا المناسبة هذه فرصة لقراءة تاريخنا وكذلك الاستفادة من الكثير من ماضيه المليء بالصمود والتحدي حفاظا على الأرض والعرض سواء في الجزائريين هنا أو في الضفة الأخرى. قلنا لابد بالنهاية من استقراء التاريخ حتى نقرأ الكثير من الدروس ونحفظ العبر، بدليل أنه حتى ما يحدث الآن في فلسطين لابد أن يقرأ من هذه الزاوية، لأن الاستعمار والاستثمار هو له منهج واحد، هو منهج التقتيل والتشريد ومختلف الأساليب الهمجية. كذلك لابد أن حين نتذكر فاطمة بدر نتذكر كذلك بعض الممارسات الأخرى الجهنمية التي مارسها الاستعمار الفرنسي حتى بعد الاستقلال. هناك بعض الأطفال الذين ذهبوا ضحية نتيجة حوادث يقال إنها محزولة لكنها ممنهجة وفيها رائحة ربما العنصرية وغير ذلك. وعليه خلاصة القول فإن قلب الورقة لا يعني نسيانها، والعودة إلى التاريخ يفتح لنا آفاق المستقبل لمزيد من الدروس والعبر ومراجعة الأوراق وتفادي آفات النسيان. النسيان الذي كثيرا ما يستهدف وحدتنا وهويتنا ونظرتنا للمستقبل. وشكرا جزيلا على صبركم وبارك فيكم. شكرا للأستاذ القدير صالح سعودي الإعلامي والأستاذ. طبعا تكلم لنا على مأساة أطفال نهر السين وأعطى لنا مثالا بالشهيدة الصغيرة فاطمة بدر التي وجدت جثتها بعد أسبوعين من إلقائها في هذا النهر، وما يحدث لي أن الاستعمار هو ملة واحدة والظلم ملة واحدة. فرنسا فعلت في الأطفال، واليوم نرى يعني بالأمس نرى صور تبكي تدمي القلوب في غزة، يعني أطفال يعني تحت الدمار، يعني إسرائيل هذه تقصف قصفت غزة وأطفال يعني تحت الدمار، يعني فالاستعمار هو ملة واحدة، ظلم ملة واحدة. فشكرا لك أستاذ صالح أنك أعدت تذكيرنا بمأساة هؤلاء الأطفال، مأساة نهر السين من 200 الذين أحصتهم السلطات الاستعمار على انهم القوا في هذا النهر. يقال ان من بينهم 24 طفل. يعني هو تكلم على فاطمه هذه تستحق ان تكتب عنها روايه. هذه الطفله جات حطت المحفظه تاعها وراحت شاركت، يعني مأساه. لا ادري في روايه كتب يبدو لي سالي او كتب عن ما يشبه فاطمه بدر. يعني هذه تستحق يعني ان تجسد في اعمال مسرحيه وسينمائيه فاطمه بدر التي خرجت من المدرسه منتشيه، ذهبت برفقه شقيقها الاكبر على ما اظن، ووجدت نفسها محاصره من طرف البوليس الفرنسي وتلقى في نهر السين. فاطمه بدر التي لا يتعدى عمرها 12 سنه. شكرا لك استاذ صالح. طبعا انا كنت سعيد جدا ان اتراس هذه الجلسه العلميه الممتعه مع الدكتوره فاطمه ابو عشا من جامعه وهران، والاستاذ صالح السعودي من جامعه باتنا، والدكتوره الفاضله الزميله الدكتوره سامي ابو علابي من جامعه خنجله، والفاضل القدير الاستاذ الدكتور محمد زعيد من جامعه مسيله، والاستاذه الفاضله الزميله نوال البندوري من جامعه تبسه، كلها من مختلف الجامعات أثثناها في هذا اللقاء الصباحي قبل أن نغادر إلى حيث ينبغي أن نكون في الساعة 11 صباحا. لأن أنا يسمح لي السيد مدير دار الثقافة والسيد رئيس الملتقى أدعو الصديق شعبان يعطينا بعض الأشياء. وش قال لكم السيد المدير؟
حول قصيدة حول زمنية ومكانية الحدث، فليتفضل. مشكور. المدير عبد السلام شعبان شاعر أوراسي قدير، يكتب بال شعبي و يعني مشارك في عدة متقاعد داخل وخارج الجزائر، حاز على عدة جوائز. سنستمع إليه في نص قبل أن ونرحب بالضيف منه من عياش، أهلا وسهلا به وقت اللي جانا، ونتوحش من غاب عنا ما ولاش، والصاحب والخو والرفيق أهوانا، وما نقطعش الدم عنه ما نكساش، وقت الندى يسال عنا يلقانا. الله بالله جل اكتفى ما دكتور. من تصحب قالوا يا شاعر، وشكون اللي انت تشتيه؟ من تصحب قالوا يا شاعر وشكون اللي انت تشتيه؟ قلت لهم همي وغلامي والوطن اللي عني جافي والوطن اللي مبهدل فيه،